السلام عليكم سي المدير. وعليكم السلام. تشرفنا بالمؤسسة. التلاميذ الإعدادية لمريم مؤسسة عريقة في الحقيقة، تخرج منها أطور يكامل ويقعد الحقيقة في مجال جميع المجالات، ويسعدني كثيرا أن أكون مديرا لهذه المؤسسة نظرا للسمعة ديالها الطيبة ونظرا للمستوى ديال الأساتذة ديالها والأطور ديالها الإدارية. إذا أنا معتز جدا بأن أكون مديرا في هذه المؤسسة التي تتمتع بهذا المستوى الراقي الحقيقة، خصوصا بالنسبة للهيئة التربوية اللي كانت في الحقيقة للعيار التقي لجميع الأساتذة الحقيقة منضبطون ملتزمون بالعمل ديالهم والأمور على أحسن منها، والمؤسسة تسير بوضعية من حسن إلى أحسن. وبالخصوص هذا اليوم، وبخصوص هذا اليوم ديال اليوم التضامني مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، في الحقيقة المؤسسة دائما هي متضامنة مع في جميع الحالات، وفي هذا اليوم بالذات صراحة جميع التلاميذ والأطر الإدارية والتربوية الحقيقة هم يقفون وقفة رجل واحد للتضامن مع الشعب الفلسطيني الأعزل في الحقيقة يجب نصرته ويجب أن ينال حقه وتكون له دولة كاملة السيادة. هذا هو كل ما يمكن. وشنو تقول لنا على زعما الخلاصة اللي بغيتي تخرجوا؟ وأنا نبت في التلميذ روح حب فلسطين وحب القدس، حب فلسطين وحب القدس، يعني نزرعوا التلميذ في 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 في, في الذاكرة ديالو هذه القضية، هذه اللي هي قضية غالية على جميع المسلمين في أنحاء العالم، وحنا الدور ديالنا في إحياء اليوم هو غرس هذا الروح في عقلية التلميذ اللي في الحقيقة خصو يشعر بها ويستحضرها في كل وقت وحين. شكرا لك سيد المدير. في كل دقيقة مشتاقون كخراف الأضاحي يذبحون في ظلام الفكر في قتام الجهل تعبهون، أي دين أية عقيدة تبيح نفس الأبرياء شذ الرقاب بها تؤمنون، كفى رياء كفى براء كفى تلاعبا بالكتب بإرث النجوم، فالتشابه جلي بينكم وبين بني صهيون، فأية جلسة بعد هذا القبح بها تسألون، قولوا للعالم أي شيء، قولوا أنكم مغابرة العصر قتلة خونة طغاة مرتزقة قتا غراض القلب سفاك دماء سفاح نساء، مات نهض الإنسان فيكم وفي مستنقع الحقد في عمر الكراهية تسبحون، آلات للشر للدمار للإبادة أنتم بكى بحرقة من أفعالكم إبليس حين استخدمكم الطغاة، فهل تفقهون؟ قولوا أنكم عبيد الوهم خدام الذبح ولأصنام الزيت والحرب تركعون وتسجدون وتنطبعون، كفى وأنتم الشمس وسلختم جلد القمر والشجر والبشر وعلى دكة الخرام تلبسون، كفى وأنتم نور الشمس وسلختم جلد القمر والشجر والبشر وعلى دكة الخرام تلبسون، كفى قولوا للعالم أي شيء ولا تقولوا أنكم مسلمون.